استاذ اسلام، يمكن من ابرز الحاجات الحقيقه اللي بتميز البطوله التنظيم وكمان الناس المشجعين. يعني احنا في مشاهد شفناها مصريين بينظفوا الاستادات وجزائريين ايضا بعد ما بيمشوا بي 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 بيقوموا بتنظيف سريع كده الاستادات. المشاهد معانا اهي، شفتها ازاي دي؟ لا انا بقول لك يعني هي الفكره ان من ابرز المشاهد ومن ابرز المكاسب اللي موجوده في البطوله ديت، وهي بطوله تختلف في تغطيتها وتنظيمها وطريقتها وتعامل الجماهير مع بعض وسلوكهم عن اي بطوله اخرى، وهو ده المعنى الاساسي من كيفيه البطوله. وفكره لما مصر تنظم بطوله بتبقى عامله ازاي، او لما مصر بتستضيف بطولة وتستضيف جاليات، سواء بقى جاليات عربية جاليات إفريقية، المسألة فيها يعني انت لما بتشوفي النهاردة سواء الجماهير المصرية او الجماهير الجزائرية وهي بتنظف الملاعب المختلفة، قبل كده كانوا بيكسروا الناس. لو تفتكر كده من 10 سنين كان بعض سلوك الجماهير المرفوض كانوا بيكسروا ده اختلاف مقاعدهم، أجيال بقى ولا إيه أستاذ أسلام؟ ده اختلاف صفقات واختلاف، وفي وعي أكتر من الناس اللي بتتعامل دلوقتي مع الكرة المصرية، الكرة العربية والإفريقية والمصرية بصفة عامة. لما أجي النهاردة أشوف إن جمهور مصر حريص كل الحرص على مساندة منتخب تونس احنا معانا لقطة في المدرجات، عشان فرجاني ساسي، في بعض الزملكاويه بيساندوا المنتخب التونسي عشان فرجاني ساسي، وده اشار لي الان جراس المدير الفني للمنتخب التونسي، قال الحمد لله ان ما فيش لعيبه كتير من المنتخب التونسي بيلعبوا في الدوري المصري، علشان بعض الجماهير كانت بتنادي بفرجاني ساسي ان هو يكون موجود في المباراه كانوا الاخيره. هيقلبوا لهم الماتش. طبعا دي حاجه، لكن في نفس الوقت دوت حاصل مع المنتخب الجزائري، احنا ده معانا فيديو حاصل، ولقطات يا جماعة للمصريين بيساندوا المنتخبات العربية ده حاصل في مع الماتش. المنتخب المغربي. النهارده لما بتشوف المنتخبات العربيه بتتصدر المجموعات المختلفه بالعلامه الكامله برصيد 9 نقاط، دي ما حصلتش من فتره كبيره. الناس لو ترجع بالذاكره لورا ان الجزائر كانت خرجت من الدور الاول في البطوله الماضيه، بطوله افريقيا، وانا مصمم ان انا اشيد بتطور الكره في الجزائر تحديدا بمدرب وطني اللي هو جمال بالماضي. مش معنى كده ان انا بلقح بالكلام على اجري عشان الناس ما تاخدش كلامي بشكل سلبي، لكن فكره تطور الاداء اللي انا بتكلم عليه، اتكلمت معاه هنا قبل البطوله وقلت ان المنتخبات الافريقيه هتشوفوا بطوله مختلفه، لان الفرق الافريقيه اختلفت تماما سواء على مستوى الانديه او مستوى المنتخبات الافريقيه، وده اللي احنا شايفينه خلال البطوله او مباريات الدور الاول. خليني اسالك اخيرا حوار مهم انت قمت بيه مع عبد الله السعيد، هينزل بكره في مصر اليوم. مصر اليوم. ايه كانت ابرز النقاط، ايه اهم حاجه في التوقيت المهم ده والحوار المهم؟ اعتقد جدا لا هو الاول احنا طبعا معانا انا بشكر كمان ال البي دي اف ممكن نطلع اه التعليق. يعني بشكر الكابتن عبد الله السعيد دايما على ثقته فينا في اجراء حوار ده، تاني حوار بنجري معاه. يعني انا رحت بعد مباراة أوغندا امبارح والتقيت بيه، وكان طبعا عبد الله سعيد ده واحد من أهم اللاعبين في الكرة المصرية وأحد العناصر الأساسية للمنتخب الوطني، وبالتالي كان الأداء لسه أداءه الكبير والمتميز لسه ما ظهرش خلال المباريات الدور الأول. فده كان الاستفسار لما بتتكلمي مع لاعب من اهم اللاعبين في مصر ولاعب من اهم اللاعبين كمان في الوطن العربي من وجهة نظري، فعليه دور كبير. هو كان من وجهة نظره ان هو بينفذ اداء تعليمات الجهاز الفني، ان هو دايما حريص على ان هو ما يتعداش الدور اللي بيقوم بيه، ان هو مش ساحر علشان يغير اداء المنتخب لوحده، لكن في نفس الوقت بيأكد على ان اللاعبين عندهم رغبة في المنافسة على بطولة افريقيا. قال لي كمان ان يمكن دوت كنا بنتعرض لانتقادات قبل البطولة اللي فاتت اللي احنا وصلنا فيها لنهائي افريقيا وخسرنا امام الكاميرون، فبالتالي من هنا كان الهدف من الحوار ان احنا
نطمن الناس من واحد من اهم اللاعبين وواحد من اهم نجوم مصر اللي هو عبد الله السعيد على ان شاء الله الاداء الفتره اللي جايه للمنتخب الوطني.